بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأحبة في كل مكان، وحياكم الله وأعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الليلة الحزينة على قلوب أهل البيت سلام الله تعالى عليهم وعلى شيعتهم في كل مكان. فعظم الله لنا ولكم الأجر وأحسن الله لنا ولكم العزاء بهذا المصاب الجلل، ونحن على بركة الله نجدد اللقاء بكم من على شاشة قناة الأيام الفضائية والبرنامج المباشر الفقه حياة، الذي نجيب فيه إن شاء الله عن أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية. كالمعتاد نرحب بضيف البرنامج سماحة العلامة السيد رشيد الحسيني، حياكم الله سيدنا العزيز، وتعازينا لكم إن شاء الله بذكرى شهادة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعظم الله لكم الأجر وتقبل الله أعمالكم وجعلكم من المحسنين. نعم، حياكم الله سماحة السيد وأهلا ومرحبا. بيودنا سماحة السيد في هذه الحلقة، وباعتبار هذه الأيام هي أيام ليالي القدر المباركة، وهنا السؤال: كيف يستثمر الإنسان المؤمن هذه الليالي المباركة ليلة القدر؟ يعني هل أنه يحييها مثلا بقراءة القرآن أو يعني بعض الأدعية، أو هناك برامج أخرى لابد من الإنسان أن يأتي بها في هذه الليلة المباركة؟ حياكم الله. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في واقع الحال فيما يرتبط بليالي القدر، جناب الأخ الكريم يقول: هل الأفضل أن ندعو، أن نقرأ القرآن، ماذا؟ الجواب في واقع الحال إخواني، ليلة القدر من الليالي التي لم يعرف قدرها إلا الله. يعني من الأمور أو من الأسرار التي لم يعرف أحدا قدرها وقيمتها وكرامتها أبدا. قد تقول: شلون يعني ليلة القدر ما نعرفها؟ لا، ما نعرف. الله هو يقول ما تعرفوها، الله هو يقول ما تعرفوها. في سورة القدر، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر. بعدين هو يقول: وما أدراك، إيش مدريك ليلة القدر شنو؟ وما أدراك ما ليلة القدر. بعدين حتى يقرب المولى، حتى الله يقرب القضية لك أكثر، شو يقول؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. فالتقريب هالشكل، أن ليلة القدر خير من ألف شهر. ألف شهر شقيت؟ 83 سنة. ليلة واحدة أفضل من 83 سنة. هذا حتى يقربها. لو كان أكو عدد مثلا أكثر لقال مليون، ليلة القدر خير من مليون ماذا الشهر. بلي، أحسنتم. بس قال الألف، باعتبار الناس يتعاطون بعدد الألف هو أكبر عدد في أبال الناس. ألف. فهنا لا نعرف قدر ليلة القدر أصلا. وعليه فلا بد أن نرجع إلى أهل البيت حتى يعرفون ليلة القدر. أهل البيت هم يذكرون عن ليلة القدر إشارات: ليلة البركة، ليلة العليحان، ليلة التقدير، ليلة العليحان، ما يقسم الله للإنسان في هذه الليلة، ليلة علي حال الرزق. هذه أيضا كلها إشارات، ما عندنا فشي واضح عن كنه وحقيقة ليلة القدر. ما عندنا. فشن نسوي يا مولاي؟ شن نسوي؟ الله سبحانه وتعالى يقول: تعالوا استغلوا هاي الليلة. بمن يا رب؟ بأن تتقربوا إلي.
وتطلب مني وتلتمس البركات مني. بمن يا رب؟ هنا يجي الكلام. نعم. جنابك تقول نقرأ قرآن، نعم، نصلي، نقرأ أدعية، شو نسوي؟ نعم. قبل كل هذه طبعا قراءة الأدعية ممتاز، أن نصلي ويثاب ممتاز، أن نتل القرآن ممتاز، كله ممتاز. نعم. بس أهم من هذا كله أن نقعد فقط نتفكر في حالنا. أقعد أنا أشوف شو مسوي، أسأل عمري شقيت، سويت أنا، شنو اللي قدمته، شنو اللي فعلته، أفكر في نفسي، أفكر في وضعي، أفكر في حياة، في معاشي، في رزقي، أفكر في أموري، وين رايح، شقيت علاقتي بالله قوية، إيش قد أنا قريب إلى الله. هذا التفكير بحد ذاته هو من العبادات المهمة. نعم. من العبادات المهمة. ليش عبادات مهمة؟ لأن العبادة مو بس ركعة وسجدة. نعم. ودعاء وقرآن. العبادة تفكر. التفكر في أمرك. التفكر في أمر الله. هذه عبادة. كما ورد في الروايات، تفكر ساعة خير من عبادة 60 سنة. نعم جميل. طيب شنو أفكر سيدنا؟ أقعد أكتب الآن على الورق، أكتب أنا إيش سويت؟ نعم. وإيش قدمت؟ كيف هو حالي؟ من أين مالي؟ نعم أحسنتم. حال أولادي، تربيتهم، وضعي، قربي إلى الإمام الحجة، الإمام الحجة وين؟ شو يلعب دور بحياتي؟ أنا ويني من الإمام الحجة؟ شقد قريب إليه؟ شقد أحبه؟ شقد أدعو له؟ شقد أفكر به؟ شقد أحسب له حساب؟ هذه. نعم أحسنتم. هذا المطلوب على الإنسان. نفكر في أمرنا. بعد ما نفكر بأمرنا ونفتهم إحنا شنو؟ أو تدري اللي يفتهم شنو؟ يكتب مثلا يفهم شقد عاصي الله. نعم. ولما افهم ايش قد عاصي الله يعني راح شنو؟ اندفع للتوبه اكثر. انا مفتهم على ان مالي بشبهه، اقرر على انه ابعد الشبهه عن مالي وعن لقمه عيشي. هذا التجدد وهذا التغير وهذا التبدل الى الخير الى الحسن هو من انجازات ليله القدر. اذا الانسان شويه يلتفت. أيها الأحبة، ليلة القدر ليلة التقدير، بمعنى أن الله يقدر لك في هذه الليلة في هالسنة إيش راح يصير. نعم. تروح مكة لو لا؟ من الله يرزقك ولد لو ما يرزقك ولد؟ اللي ما عندهم أولاد هالليلة قعدوا وطلبوا. نعم. من الله يا رب الريد ذري ذرية صالحة. حسنتم. اللي عنده ديون هالليلة يقعد يقول يا ربي هذه الديون أريدك تفتح لي إياها، أنت الرزاق ذي القوة المتين، يا رب أنت أتجد الرزاق أعطيني. جميل. بإلحاح. والنقطة اللي أريد أقولها كلش مهمة، شباب أخوات، هالليلة اتكلموا مع الله مباشرة. يعني شو نتكلم؟ يعني أنت أقعد سولف يا رب العالمين، قل يا ربي أنت الرحيم، أنت الودود، أنت اللي خلقتني. نعم. أنت اللي أكرمتني بعيون زينة، بيد بهالعافية اللي أنا عندي. يا رب أكرم من عندك هم ما شفت، أكرم من عندك ما شفت، أرحم من عندك هم ما شفت ولا أشوف. فجئتك أنا، جئتك أنت أطرق الباب. نعم. جئت إليك طارقا بابك ملتمسا جنابك أن تعطيني يا رب ولدا صالحا، رزقا طيبا، صحة وعافية في بدني وديني، ديني عافية الدين. شنو عافية الدين؟ بعدني يا ربي من الشبهات، من الأفكار التعبانة. يعني ذول الشيعة لما يصل فكرهم إلى أنه يهدموا قبر أمير المؤمنين، هذول يعني ما عندهم سلامة في الدين وسلامة في الفكر، ذول عندهم سقم في الدين. نعم منحرف. أحسنتم.
فتعالوا أيها الأحبة تكلموا مباشرة، لا تخلوا ما أدري فلان عالم يجوا الناس سيدنا يسألك الدعاء، ما يخافش أنا إن شاء الله أدعو لكم، أدعو لكم، بس أنت اختلي مع الله وتكلم معه كعزيز وصديق حميم، تقول له ما تريد بشكل واضح وقل له وحدة وحدة، قل له أنا سويت فلان شيء، سويت فلان شيء، واتصلت على فلان وتواصلي غلط كان، وهذا كله يا ربي كله أدري أنا كل هذا غلط، بس أريد أتوب يا رب، أريد أتوب يا رب. إذا النقطة الأولى شنو كانت؟ أن نفكر فيما نحن، ثانيا أن نتكلم مع الله بنحو مباشر وصريح بكل أريحية، وثالثا أن ندعو للمؤمنين، ندعو لوالدينا، ندعو لإخواننا، وعلى رأس هؤلاء ندعو لإمام زماننا. نعم أحسنتم. اللهم فرج عنا، اللهم قرب ظهوره، اللهم أرضها عني، أرضه عني، أن يكون راضي عني. دعائك إلى صاحب الزمان إنصافا دعاء لمعصوم، هو يرد دعائك بدعاء. يعني لما الإمام الحجة تروح له يقول يا أبا رشيد الحسيني هالليلة دعا لك، الإمام الحجة كريم لو مو كريم؟ نعم أكيد كريم، سيد الكرماء. فلما يشوف واحد داعي له يقول يا ربي كما دعا لي أنت أنطي مثل ما نعم جميل يريد. شوفوا راح تحصلون دعاء الإمام الحجة بلسان الإمام الحجة بلسانه. فالدعاء للوالدين، دعاء للأقربين، دعاء للمؤمنين، هذا جدا مهم جدا مهم. والأمر الآخر اللي أنا أعتبر الأمر الرابع، نعم أن نقرأ بعض المناجات الموجودة، مقتطفات من دعاء أبي حمزة الثماني، مالي لا أبكي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لخروجي من قبري عريانا، أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي، وإذا الخلق في شأن غير شأني. هذه المقاطع اللي تصور لك يوم القيامة شلون تطلع من دبرك وأنت متحير. هذه المشاهد أحسنتم. أن أقرأ دعاء، صحيح دعاء جوشن كبير كلش لطيف كلش معاني جميلة، بس البعض يشوفه طويل رأسا يقرأ سريع سريع، لا لا فكر. اللهم أني أسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا قيوم يا هذه فكر فيها. يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا حرز من لا حرز له. شوف تكلم مع الله بصفاته وأسمائه، لنفكر أكثر مما نلهج، مما نلهج. أن يلهج الإنسان بالكلمات والجملات وما إلى ذلك هذه ذكر ذكر، ولكن الذكر الذي يؤثر في القلب هو الذكر المتمعن فيه اللي يفكر بشكل صحيح. ليلة عظيمة، ليلة عظيمة تبدأ هذه الليلة من ساعة غروب الشمس، يعني السبعة إلا شوية بالسبعة إلى ساعة 4 الصبح. كم ساعة؟ من 7 إلى 4 الصبح 9 ساعات. التسع ساعات شلون نقدر نقضيها حتى نحصل أكثر مما يمكن أن يتحصل؟ هذه بعد كل واحد وشطارته، كل واحد شطارته. مثل واحد يدخلوه وين؟ يدخلوه بخزنة كلها ذهب وفضة، يقول عندك أنت شنو 9 ساعات، إيش قد تقدر تشيل شيل بعدها، أو عندك كذا مدة. نحن عندنا هالليلة ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة، الملائكة راح تتنزل هالليلة، تنزل الملائكة والروح، جبرائيل وياهم، إيه جبرائيل راح ينزل أيضا. تنزل الملائكة والروح فيها في الليلة بإذن ربهم من كل أمر، من كل أمر يعني كل ما يقدره الله لنا. على من تتنزل الملائكة؟ على منه؟ عندنا روايات على صاحب العصر والزمان إمامنا، بعد هو اللي وقع
انطر رشيد هذا، العباس هذا، أحمد هذا، فلان هذا، هو تقدر الأمور. نقول يا ربي بحق فاطمة الزهرة عليك أنه اجعلنا هذه السنة من الحجاج بيتك الحرام، من المغفورين، من المرحومين. يا ربي انزل على العراق الأمن والأمان، يا ربي انزل على الشيعة. شوفوا الآن انفجارات، هاي انفجارات خطية ذو أهل أهل أفغانستان لأنهم شيعة، الله شاهد لأنهم شيعة، ولا انفجار يوم بعد يوم فقط في المناطق الشيعية. ذولا نواصب دواعش والطالبان نفس المنهج، منهج واقع. للأسف احنا الآن نتصور الطالبان غير طالب، نفس المنهج، يقتلون الشيعة. اللهم ادفع عنهم، ادفع عنهم الأعداء، ادفع عنهم مكر الأعداء، خلصهم مما هم فيه. اللهم ارحم والدينا، نجحنا في امتحاناتنا، اجعل أولادنا قرة عين لنا. عندي أولاد بس كل واحد في طريق، شنو فائدة؟ اجعلهم قرة عين. قرة عين أنا أرفع رأسي وأفتخر بأولادي، مو أنه أولادي اللي أنا أخجل إذا جابوا أسماءهم أمانة. لا تنسوا موتاكم بالصدقة بالرحمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الثبات ويرزقنا التوفيق لإحياء هذه الليلة الكريمة. نعم، أحسنتم سماحة السيد. إن شاء الله نكون ممن يحيي هذه الليلة المباركة ليال القدر. نعم، زميل المخرج يانا وللاتصالات من الأخ عماد، حياكم الله، تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجركم. لنا ولكم عظيم الأجر إن شاء الله، الله يحفظكم. عندي سؤال فسأل السيد. بلي السيد يسمعكم إن شاء الله تعالى. سيدنا شلونك؟ حياك الله حبيبي، تفضل. هو سؤال مو خصوص البرنامج هذا مالتكم. أنا من الزهور تعبيت بحياتي وما قصر شوي أمي، بس ما جازوني، ضحيت من الزهور، اشتغلت أجيب وأنطيهم، ورحت للأردن 5 سنوات بقيت. المهم كنت أداوم بالجيش، يعني ما أقصر وما أنصفوني. يعني بكل شيء ما أنصفوني، وصلت الأمور يعني حتى لو لي حصة بالبيت ما حد انطعم، وطلعت مغبون من سببهم. فأنا هسه من أرفع أيدي عنهم، يعني ما أعطي لا مصرف لا شيء، هم يروحون ذلك من هذا الشيء؟ أنا هذا عمر ما قصر من زمن صدام لحد الآن. منو اللي الآن موجود؟ والدتك والدك موجودين؟ لا، والدي. والدك توفى. توفى والدي. وما أعطوك شيء من الورث؟ هذا كل شيء معك، الله وكيلك، باني بالتجاوز بالشارع. واضح. وأنت الآن بالجيش؟ أي بالجيش. يعني بالجيش تداوم؟ اداوم. وطلعت مغبون وخلوني بمكان مو زين ومقابل ناس مو زينين وكل هذا، وانا بعدني مغبون من عندهم الى درجه يعني كل شيء ما حصل. خير ان شاء الله. بلي ان شاء الله. سمحت السيد يجاوبكم اخ عماد، الله يحفظكم. نعم سمحت السيد. حبيبي الاخ عماد بلي. شوف حبيبي، اولا انت لمن سويت؟ خلني أسألك سؤال لا بأس، لمن عملت؟ وأنا كل شيء سويته لهم، لمن سويته؟ سويته لله، يعني أنت ساعدت أمك، ساعدت أبوك، وقفت لهم لله وطلب رضا الله، افتهمت أنه رضا الله من رضا الوالدين، لذلك أنت لوجه الله فجزائك عند الله. نعم، قد الإنسان يغبن اللي وقف له، الإنسان قد ينكر جميل اللي وقف له، قد الإنسان يتغافل، هذا كله صحيح، بس أنت خلي عينك بمن؟ بعين الله. أن يا رب أنا أريد أنت على أي حال تعوضني ما صرت إليه من الغبن والخسارة والألم، أطلب من الله وبإلحاح. هذا واحد. اثنين أخي، اثنين، أنه في واقع الحال إذا كان الإرث حقك، أكله حقك، أنت تقول يا أبا أنا ما أبرد ذمة إلى يوم القيامة، إخوانك أخواتك أن تبقى في ذمتهم. هاي اثنين. ثلاثة،
لا تقف عند هذه النقطة. يعني شنو؟ يعني لا تيأس ولا تضوج ولا تتكاسل، أبدأ من جديد خلص. أنا كأنه ما عندي أي أخ، ما عندي أي كذا، وأبدأ من جديد في أن أرتب لنفسي كيان وأرتب لنفسي أمر. تقول أنا يجب علي أن أنطيهم شيء، إذا هم الوالدة طبعا أخوتك أنت ما عندك أي مسؤولية تجاههم، أخوتك خواتك ما عندهم، كلهم كبار وهم يتكفلون أمرهم. والدتك إذا كانت مستغنية وعدها أيضا مواجب عليك أن تعطيها شيء، وأنت حاول أن تكون نفسك وترتب أمرك، لا تتأذى ولا تقطع العلاقة معهم. السلام عليكم وعليكم السلام، وكون أنت شنو إن شاء الله تعالى قوي في مواجهة المشاكل. نعم، ويانا اتصال آخر من أم ختام، حياكم الله، تفضلوا. زين انا من عمري 12 سنه صمت، وصيامي يعني مش مضبوط، ما اعرف الحلال من الحرام، ما اعرف انا صايمه حتى من تي شهري انا طالعه صايمه، ولك صيامه مثلا عصيرات اسوي الفلاجه هذه اشرب من هو وظل ناقصه ما اعرف. نعم شنو يا سعاد بسوي عدني. نعم سمحت السيد من عمر 12 سنه يقول كنت صايمة لكن صيامي ليس بالمستوى المطلوب، ربما يعني أذهب إلى الثلاجة مثلا وأتناول الماء كذا. نعم أمنعه كذلك أنه تأتي إليها مثلا الدورة الشهرية وهي صائمة. نعم جيد إن شاء الله سمحت سيجاوبكم يا أم ختام. شوفي حجية، أنت تقولي أنه أنا صايمة بس صومي مو صوم مضبوط، يعني ما أترك الأكل والشرب، أروح أشرب ماء أكل بشكل أو بآخر، يعني هذا صومك باطل، صومك باطل، لازم تقضينه أيام الشتاء تقضينه. تجي الدورة الشهرية وأنت صايمة هذا صوم مو يعني مو واجب عليك تصومين، بس عموما الأيام اللي كنت تاكلين بها، الأيام اللي كنت يعني ترتكبين المفطرات وتخربين صومك، وإن كان ما حد يدري بس الله يدري، لازم تقضينه قضاء. وإذا كنتي أنت تدرين هذا حرام لازم تطين كفارة. يقول لا أنا ما كنت أدري هذا واجب أصلاً ما كنت أدري واجب. إذا ما تدرين أصلاً واجب فقد قضى عليك. أما إذا كنت تدرين هذا واجب وأنت جاي تخالفين الله، هم قضاء هم عن كفارة، كل يوم 60 مسكين أطعام 60 مسكين إذا كنت تقدرين من ناحية مالية. نعم سمعت السيد أيضا يعني بعض الرسائل اللي وصلتنا عبر تطبيق المجيب. معنا رسالة تقول يعني هل الإسلام يفضل للفرد أن يتزوج من الأقربين له في الأصل، كأن يكون مثلا عربي فيتزوج عربية أفضل من أن يتزوج غير عربية وهكذا؟ لا، ليس هناك في التعاليم الدينية أن الإنسان يتزوج العربي بالعربية والتركي بالتركية والفارسي بالفارسية، لا، البشر كلهم على حد سواء، لا فرق لا عجمي ولا عربي إلا بالتقوى، كل الناس على حد سواء. وتشوفوا أئمتنا المعصومين زوجاتهم بعضهم شنو رومانيات، بعضهم على حال إماء يعني زين من فارس ومن روم ومن ترك، زوجاتهم مختلفات. وهذا شنو المعيار؟ المعيار في الزواج الكفء. شنو معنى الكفء؟ يعني أن تكون مثلك في دينك وإيمانك. ما يجوز الإنسان أن يتزوج بالكافرة، لأنه الكافر ليست كفء المؤمن. أنشوف واحدة خلوقة عفيفة متدينة، هذه تزوج. نعم تناسب. وكذلك الرجل، من جاءكم من ترضون دينه وخلقه، ما قال من ترضون قوميته. حسنتم. دينه وخلقه سواء كان جميلا، طبعا جميل وأنيق وكذا جيد، ولكن الدين والأخلاق هو المعيار المهم في الزواج. نعم حسنتم سمعت السيد. ويانا اتصال من الأخ مجيد، حياكم الله تفضلوا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. ممكن طلب من السيد؟ بل تفضل السيد يسمعكم إن شاء الله. سيد أنا محاور
عليها بالكتف كرسي ما تحرك. يريد مساعدة الأخ. نعم. اترك رقم تليفونك عند الإخوة. نعم. الإخوة الموجودين الآن اترك رقم تليفونك، إن شاء الله إذا الله وفق نشوف لك عربة للمعوقين إن شاء الله. نعم أحسنتم سمعت السيد. أيضا بعض الرسائل. نعم عندنا اتصال من أم حسين، اتفضلوا. نعم حياكم الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال يم السيد. بلي سمحت السيد يسمعكم إن شاء الله، تفضلوا. سيدنا أنا شفت جسمي مو طاهر، ومن أريد أقعد على الباس أقول نجستي، وما أقدر ألزم لشني أقول نجستي، وروح للحمام أسبح أما أشك في سكري، يعني باليوم أسبح 6 مرات 5، يعني عندي كثير الشك. فكيف هذا القيام والصلاة شنو المقبول ده؟ واضح. نعم نعم إن شاء الله يا أم حسين سمحت السيد يجاوبكم. نعم سمحت السيد نجاوب. أم حسين أنت وسواس، والوسواس إذا يريد يبقى وسواس فهو يطيع الشيطان. أنت لا تطيعين الشيطان. شلون يعني يطيع الشيطان؟ لما واحد يروح يغتسل بالحمام أو يشطف نفسه، لما يشطف نفسه خلص نشفي وطلعي بعد، يقول لا مرة ثانية. هاي ليش مرة ثانية؟ لأنه أكو واحد بداخل يقول ترى غسلك مو صحيح، شطفك مو صحيح، فكرريه. هذا يقول لك كرريه هو الشيطان، اللي يقول لك كرريه هو الشيطان. يقول لا سيدنا الشيطان هو ما يأمر الناس أن يطهرون ويشطفون، لا الشيطان يريد يأذيك. يشطفي وشطفي 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 حتى الضوجين، حتى تملين وتتركين الدين، الشيطان يأذيكم. فأنت مرة واحدة شطفي وخلص، وكوني شنو قوية أن لا تكررين أي شيء. والله قعدت أنا أخاف نقص المكان، لا ما نقصي، وين نقص؟ كل شيء اللي أنت كل شيء اللي أنت تشكين بأنه نتنجس أحكمي على أنه طاهر، لا تستجيبين للشيطان. نعم أحسنت وصلت للسيد. أيضا بعض الرسائل على مجيب على يعني تطبيق المجيب من الأخت ضحى من العراق تسأل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي مشكلة وهي عقوق الوالدين، دائم المشاكل معهم ولا حل، حاولت كل المحاولات وفشلت، ماذا أفعل؟ يعني شوفوا عقوق الوالدين من وين يجي؟ من حسب تعبيرنا المخالفة. أمي تقول لي أقول لا، أبوي يقول لي ما أستجيب، يناقشني أناقشه، يصيح علي أصيح عليه، هذا هو يسبب عقوق الوالدين. أما إذا أنا في الواقع أقرر أن ما أخالف والدي ولا حسب تعبيرنا أجادلهم، قال بابا قم نظف البيت، خدمتك بابا، أقوم أنظف البيت، لا تروح مثلا لا تطلع مع فلان، خلص مع فلان لا أطلع. ليش؟ لأنه في واقع الحال الوالد من يقول لك لا تطلع ويا فلان يريد مصلحتي. لما يقول هذا الموبايل عيفوه ساعة مثلا كذا طفوا روحوا ناموا، يريد مصلحتي. فالمجادلة والمهاترة والنقاش مع الوالدين هو في الواقع يجعل الجرأة والإهانة وعليه رفع الصوت، وهذا خلاف تعاليم الدين. الولد لابد أن شنو يتنازل، ما سيدنا مو أمي على باطل، ما يخالف على باطل، مع ذلك يقول يا ربي لأنه أمي وانت قايل لا تقل لهما اف، انا ما اقول شيء رضا لله وطاعه لله، حتى لو امي هي المسلوكه، حتى لو امي هي صاحبه الغلط، ما يخالف، انت تكون انسان شنو ملتزم بتعاليم الدين، ولا تصير عندك جدال ومناقشه ومهاتره معهم. نعم احسنتم صحت السيد ويانا بصمه نسمح ان شاء الله. السلام عليكم. ويروح يصلي صلاة فرض واحد من صلاة الظهر، يجي يقول لي ماما صليت فرضين، وأنا أراقبه أشوف هو يصلي بس فرض واحد، وشوية صعب المزاج وما يقبل النصيحة وما يقبل أحكي وياه، فشنو نصيحتك وش تنصحوني أتعامل وياه بشنو الطريقة وشلون أنصحه ووجهه؟ نعم أنا شاكر إلك، يعني شاكر إلك اهتمامك بالولد، وخصوصا في هذا السن، سن البلوغ وسن المراهقة. حاولي شوفي، انت تقولي انا شفته يكذب،
أنا شفته يكذب يصلي صلاة واحدة يقول أنا صليت اثنيناتين. أنت شفتيه يكذب، لا تقول لي لا أنت كذبت، لا تقول لي لا أنت كذاب، أنا شفتك أنت صليت. لا، قول ماما حبيبي الله يتقبل أعمالك إن شاء الله تعالى، بس إذا ممكن بابا ماما يعني أدي اللي عليك، الله سبحانه وتعالى اللي قاله أدي عليك. لا تفهمي أنه أنت اكتشفتي أنه كذاب، لا تفهمي أنه اكتشفتي أنه إنسان يخدع أو شيء من هذا القبيل. حاولي أن بشكل أو بآخر تحافظين على كرامته وتنبهيه. نبهي مثلا قولي ماما أكو في الرواية اليوم قرأتها هواية لطيفة، اسمعها. اسمعها، تحكي له أنه كان واحد في زمن الإمام حسين هالشكل، أو في زمن الإمام الجواد هالشكل، وتجيبي له قصة واحد كان يتهاون بالصلاة وشنو صار إله، قصة واحد جميل. أو كان واحد مثلا يستخف بصلاته، وقل ماما اسمع هاي الرواية هواية لطيفة، أن رسول الله لما صعد إلى السماء إلى المعراج فرأى أشخاص هالشكل معلقين كذا، قال يا جبرائيل شنو ذولا؟ قال هؤلاء كانوا يستخفون بصلاتهم. هذه ابنك بدون تقول لي أنت كذاب، بدون تقول لي أنت ما تصلي، بدون تقول لي أنت إنسان تخدعني، اتكلمي عن أشياء اللي قد تؤثر فيه، قد تؤثر فيه. بدل ما أنت تقول لي لماما أنت هالشكل أنت هالشكل، جيبي له مقاطع ما أدري محاضرات من فلان علان اللي تشوفيهم أسلوبهم جيد يقدر يأثر. الماما إذا ما كزعم هاي اسمعها هواي لطيف، وصيري حنونة وصديقة ورفيقة، لا تكونين عدوة ويحس أنه أنت مراقبته، لا يحس أنت تريدين تكسرين شخصيته. هذا مهم في عالم التربية، أن يكون المربي صديق لمن يربيه وصريح بطريقة تحفظ كرامته. نعم أحسنتم سمحت السيد. نعم أم ختام ويانا. نعم بلي بلي وصايرة تشتكي من أمك مع الشرف. نعم لا أستاذ العافية أنا دعك ما كانت تنزل زين وذني يجيك من نزل صيانة باطلة أكثر وغنات مستهلية فجلت نفسك ذني أخلتني وفطت بعد. نعم صراحة الصوت يعني ما واضح وأيضا كذلك يا سماحة السيد. زين زين أنا ما فهمت. نعم عمرها 23 سنة 33 سنة سماحة السيد. ابتعدي عن التلفزيون هجير، ابتعدي عن التلفزيون هالهوسة سبب مشكلة إنه في الاتصال ويكون واضح. مو واضح، أصل سؤالك مو واضح، طلعي برا الغرفة وتكلمي ويانا. نعم زميل المخرج. نعم نسمع البصمة إن شاء الله. السلام عليكم سيد، صيام مقبول ان شاء الله. السلام عليكم. سيد انا صايم شهر رمضان ان شاء الله، وجاي عند شغلتي بصهري اشتغل بيها من محافظه البصره الى محافظه العماره، وانا سكني البصره، كل شهر اطلع 5 سفرات اروح اودي منتوج للعماره، وانا صايم باقي يعني خمو علي افطار. جزاك الله خير الجزاء. نعم انت نعم. سايق حياك الله، انت سايق صحيح. والسايق في الواقع في سياقته يعني في عمل السياقتي ان صح التعبير يبقى صائم ويصلي تمام، لان شغلك السياقه. تقول سيدنا انا 4 سفرات 5 سفرات عندي، ما يخالف حتى لو سفرتين، ما دام شغلك السياقه، ما دام شغلك السفر تصلي تمام وصوم. واضح؟ نعم اذا ردت تروح زياره تسياره إلى واحد آخر ذاك الصلاة قصر. ليش؟ لأن مو شغلك السفر، السفر اللي هو شغلك بي، وتجاه تمارس شغلك الصلي تمام والصوم، وشغلك صحيح وصومك إن شاء الله صحيح. نعم أحسنتم سماحة السيد. ويانا اتصال من الأخ أبو مازن، حياكم الله تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويا السيد ويا أستاذ بلي سمعكم سماحة السيد تفضلوا. يعني ضمن الصلاة ما أركز يعني إذا تسمعني أثناء الصلاة ما تركز شنو يعني إذا وقت الصلاة ما أركز بالصلاة يعني سمور مرات أنسى صليت 4 أو ما صليت وثانيا
السحر من السحر ما اصلي بالوقت الوسط ترى يعني خلي افطر بقوم شنو مو للودان ساعة بيش اصلي الصبح؟ اصلي الصبح بس يعني بمشى ما طالع عشان بتاع الفجر. بلي. مشكورين استاذ مشكور السيد. حياك الله يا ابو مازن ان شاء الله سمحت السيد جاوبكم. نعم سمحت السيد في سؤال الاول نعم يقول لم اركز يعني في صلاتي حبيبي ربما. ما تركز نعم. بصلاتك لان انت بالك مكان ثاني حاطط نعم. مثلا بعض الناس يصلي بالصاله والتلفزيون قدامه يا الله اكبر بسم الله الرحمن يباوع العاجل وما ادري كذا هذا لا هو يقرا صلاته ولا يفتهم الاخبار اللي امامه صلاه امام التلفزيون صلاه امام وجود الاخرين كلام الناس وما إلى ذلك هذا يشتت لو الإنسان شوي يقعد وحده أو في مكان يصلي وينظر إلى التربة النظر إلى التربة يأثر هذا الشك والشكوك اللي تجي في الإنسان لأنه هو باله غير مركزة بالصلاة هذا واحد اثنين إذا صار عندك شك بعدد الركعات ودائما الشك بعدد الركعات هذا شكك ما يضر يعني انت كمن لا شك له انت ما لك يعني امشي اللي بالك وكمل صلاتك لا تعتني بالشك اللي انت فيه اذا كنت كثير الشك هذا السؤال الاول نعم السؤال الثاني سمعت السيد كان يقول اتاخر عن صلاه الفجر يعني شو تتاخر لما يؤذن اذان الصبح فربع ساعه اصلي ماكو اشكال فربع ساعه اصلي بس مو تطلع الشمس ويطلع احمرار يعني الجو يصير حسب تعبيرنا ينكشف الجو وتطلع الحمرة ذاك الوقت ما يصير أنت قبل ما ينكشف الجو حاول أن تصلي إن شاء الله نعم أحسنتم سمحت السيد عندنا بصمة نسمح إن شاء الله السلام عليكم مولانا رمضان كريم تقبل الله الصيام منكم إن شاء الله مولانا عندنا استفسار حول الخمس أنا عندي سنتين خمس متراكم ما مسددهن جيت من الصالح أنا أحد المشايخ الأجلاء اللي عنده وكالة من المرجعية فكان مصادق وياي عليهم فما استطعت أن أسدد المبلغ فهاي السنة قال لي ما يصير خمس لازم تسدد المبالغ اللي عليك المتراكمة حتى اقدر اصادقك على السنه الحاليه فشنو جوابكم مولانا الجليل واريد حل لهالمساله هاي نعم ان شاء الله سمحت السيد يجاوبكم اولا في مساله الخمس انت اذا سويت مصالحه مع الوكيل او مع المعتمد فصارت في ذمتك تلك الاموال مثل قالك يا ابي انت عليك مليونين دينار لازم تدفعين قل إن شاء الله إذا الله وفقني وما أمطيت لو ما صار عندك لو ما صار عليه حال ما صار السنة الجاية يقول لك يا أنت اللي كان بذمتك طيتين يقول لا بعد بذمتي موجودة بس أنا عندي أشياء الآن أدت حاسب ماكو مانع أن يحاسبك المعتمد أو الوكيل يحاسبك وذيك الأشياء اللي باله اللي كان بذمتك تبقى بذمتك تبقى بذمتك ولا إشكال في ذلك ولكن حاول أنت شيئا فشيئا خفف عن نفسك الحقوق التي بذمتك نعم أحسنتم سمعت السيد أيضا عندنا بعض الرسائل على تطبيق المجيب من الأخ الكنان يسأل كيفية التعامل مع رأس السنة الخمسية في حال عدم وجود زيادة لثلاث سنوات متتالية هل أعتمد على رأس السنة الثالثة في السنة اللي تليها اللي هي الرابعة أم ماذا سؤال الأخ واضح يقول أنا مثلا قبل 3 سنوات كان رأس مالي المخمس خلينا نقول 10 ملايين اسمعوا جيدا والسنة اللي بعدها شفت فلوسي 9 ملايين ما عليه خمس السنة اللي بعدها شفت فلوسي 7 ملايين يعني هم ما عليه خمس ما عندي جاء أنزل السنة الرابعة صار عندي 8 ملايين السنة اللي قبلها 5 ملايين والآن 7 ملايين بس قبل 3 سنوات كان عندي 10 ملايين أي سنة هي المعيار السنة اللي قبل
السنة الماضية، مو السنة السنة قبل الماضية وقبل قبل الماضية. السنة الماضية هي المعيار، أنه تشوف عندك أكثر أو أقل حتى تخمص أو ما تخمص. نعم أحسنتم سماحة السيد. أيضا لدينا رسالة من الأخ افتخار يعني من العراق سماحة السيد، تسأل والسلام عليكم. أنا عزبا غالبا ما أفشل خطوبتي، ولا تتكم أمي ذهبت لكشافة قالت لها أن لدي أنا تابعة، فبدأت الكشافة تعطي لأمي بعض الأدعية علما أنا لا أؤمن بها وبما تقول، ولكن أذهب إليها لأجل عين أمي، لكنها تبدأ بالإنزعاج والبكاء بعد أن قلت لها بشكل هادئ أمي هذه الكشافة تكذب حتى تسرق أموالنا. حاولت منعها ولكن لا يجدي نفعا، لأن تلك الكشافة تقول لأمي أخبار سوف تحدث وتخبرها عن أحوالنا وتصدق بما تقول، فهل يوجد إشكال شرعي؟ أرجو أن تنصحوني. نعم سمحت السيد، راح ناخذ الاتصال حتى ما نتأخر على الأخوة ونجاوب الأخت إن شاء الله. نعم من ويانا؟ أم عباس حياكم الله. تفضل أم عباس حياكم الله ربي يحفظكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سنتي مرتبني يعني الصيف أنا مفتوح ويا خالدتها. شنو عندك؟ سؤال يعني عندي سنتي يعني مرت ابني شنتها. نعم يا مرت ابني يعني يصير شعر مفتوح قدام خالدتها. نعم يصير انه شعرها مفتوح امام خال زوجها. سؤال الثاني بلي. عندي بنتي عمرها كانت تقريبا 15 سنة 14 سنة، رجعنا من السوق كانت تعبانة فد مرة فقامت افطرت، هذا تفطر يعني هاي التغفارة عليها صار 60 يوم، ايش اللي عايزة تسوي هاي؟ واضح. نعم نعم ان شاء الله. شكرا سمعت السيد جاوبكم. نجاوب الاخت المتكلمة حتى نروح للاخت المراسلة. نعم تقول انه شنتي تفتح شعرها امام خال زوجها. بلي ما يجوز. خال زوجها منو؟ نعم. يمكن زوجها ابن خالها او ابن ما ادري خالتها، فاذا كان الخال خالها يعني قريبها ماكو اشكال، يعني هو خالي، اذا خال زوجه هو خالي واحنا اولاد خال وبنت خال مثلا. يقول لا زوجها غريب، زوجها غريب خال زوجها ما يجوز، اخو زوجها ما يجوز، أخو زوجها ما يجوز أن تكشف شعرها أمامه، فكيف بخال زوجها إذا كان الزوج غريبا؟ أما إذا كان الزوج ابن خالتي، ابن خالتي خالة هم خالي يا له لا. فإذا كان الزوج غريب لا يجوز كشف الحجاب أمام أخو الزوج خال الزوج وعم الزوج. نعم السؤال الثاني سمعت السيد ابنتها عمرها 14. كانت البنت مريضة وغير قادرة على تكمل الصوم وفرت الأكل والشرب ما في مشكلة، عليها القضاء فقط وليس عليها كفارة. نعم أحسنتم سمعت السيد. نجاوب الأخت صاحبة الرسالة اللي تسأل صاحبة البصمة تقول أنا ما يجوني خطابة. نعم. وأنا الآن متأخر زواجي وأمي تروح للكشافة وتعطي فلوس ومعتقدة بالكشافة، أول كشافة ما تصدق، الكشافة تقول أشياء كلية، أشياء كلية عشانه سيد رشيد اليوم راح يصير فتح حدث، صدق راح يصير فتح حدث، شنو الحدث؟ يجيني خطار، هذا يعني سفد مثلا، أو أنه راح تندق الباب، تندق الباب سواء قالت أو ما قالت، أو أنه راح يجيك خبر هواي تفرح منه، وتجيني أخبار مفرحة وأخبار غير مفرحة. هاي القضايا الكليات اللي يقولوها يكذبون علينا حتى نصدقهم. ثانيا أنه إحنا ليش ما نلجأ إلى الله؟ ليش نروح للكشافات الخداعات الكذابات؟ قولي ماما، قولي لها الأمش، قولي ماما أبوي الله يقول ادعوني ادعوني أنا الرزاق، واطلب من الله أن يرزق زوج صالح، وأنا علمت شيء عيفي أي أمك وسوالفها عيفيها، طبعا لا تهيني والدتك، لا ما أقبل تهيني والدتك، ولكن أنت سوي استغفار، استغفار، استغفر الله ربي وأتوب إليه، استغفر الله ربي وأتوب إليه، استغفر هالليلة ليلة القدر، اقعدي اطلبي من الله بالاستغفار زوج صالح، اطلبي يا ربي ارزقني زوج صالح، الله إن شاء الله يرزقك بحق محمد والد. نعم أحسنتم سمحت السيد، يعني هذا ما يسمح به الوقت، شكرا لكم وربي يحفظكم إن شاء الله. سلامكم الله. وكذلك شكرا موصول لكم مشاهدين الأحباء على حسن الإصغاء والمتابعة، تظهرون في حلقة أخرى إن شاء الله في أمان الله ورعايته.